وخلال هذه الفترة التي يتم فيها تقييم الأداء ومراجعة سنة العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ونحن المعهد المتوسط للتمريض وهم يبنى الملك على جهل وإقلال. وقال الفقهاء مدير مستشفى يفنى العام الدكتور خالد عاشور أبو دية لإلقاء كلمة. تجيب العيون بنثر مائها لتطفي لهيب الذكريات. أما اشتياق هنا مجموعة من العناصر الطلبة والطالبات خريجين هذه الدفعة، وكانوا في مجموعة متميزة كان عددهم 30 طالب تخرجوا إن شاء الله وانطلقوا في برنامج العمل. تم توزيعهم في أقسام المستشفى لتقليل العجوزات وتقديم الخدمات للفئة العمرية داخل المستشفى وداخل الأقسام. نتمنى أن ننجز الأكثر والأكثر لتقديم أفضل خدمات للمواطنين في هذه الظروف العصيبة.